النهاردة هنتعلم ازاي نرسم رسمة كرتونية بسيطة ببعض الفرش وبعض التكنيكس كده بأدوبي فوتوشوب. انا معكم حازم صالح، ويلا بينا نشوف ازاي هنقدر نعمل الشكل ده النهاردة. اول حاجة هعملها ان انا هعمل الدوكيومنت ده حجمه هيكون 500×500، وهقول اوكي. بعد كده هجيب البين تول، هخلي وهغير من باث لشيب لو هي مش عندك متغيرة، وهعمل اللون اسود. بعد كده هرسم شيب بالشكل ده، هدوس كده بشيفت وارجع ادوس تاني كده واعمل خط بالشكل ده، هعمل له كنترول جي عشان يعمل لي دوبليكيت، وبترانسفورم تول كنترول تي، هعمل كليك يمين واختار فليب هوريزونتال، وهبدا ان انا احركه بالشكل ده كده. هعمل شيفت بالاتنين وهدوس كنترول اي عشان يعمل لي ميرج ليهم، وكنترول تي مره تانية وابدا ان انا اضمهم لبعض بالشكل ده كده. ممكن نساوي الشكل بالاريزر تول بالشكل ده كده، تمام. وبعد كده هعمل منه دوبليكيت بكنترول جي، وهعمل ترانسفورم تول بكنترول تي، وهاجي هنا في الزاوية وهكتب 22.5 عشان الاقيها بقت بالشكل ده. هدوس كنترول جي كمان مرة، والمرة دي هدوس ترانسفورم تول وهعمل كليك يمين واختار فليب هورزونتال عشان يعكسها لي الشكل من الناحية التانية بالظبط كده. هعمل سيليكت على كل اللايرز دي وهدوس كنترول اي عشان يعمل لي ميرج ليهم، وبعد كده هدوس من edit define brush preset، وهتسمي البرش بتاعك زي ما انت عايز وهتقول اوكي. كده خلاص انا خلصت دي، مش محتاجة تاني اعملها في التراش. هقف هنا واشتغل على اللاير بقى من جديد. اول حاجة هدوس على البرش تول وهدوس على البرش preset عشان تظهر لي القايمة دي. هقف على البرش تب شيب، وهخلي السبيسنج ده هيكون 15، الحجم بتاعي هيكون 75، وهرجع للشيب دايناميك. السايل جيتر هيكون 100%، الكنترول هيكون بيم بريشر، وبعد كده الانجل جيتر هتبقى 100% برضه. بعد كده هنزل للسكاترينج، هدوس بس على البوس اكسس دي واخلي البين بريشر برضو في الكنترول، وبعد كده هنزل للترانسفير اخلي الاوباستي 50% زي ما هي كده، وهخلي هنا بس في بين بريشر، وطبعا السموثنج هتبقى زي ما هي. هاجي هنا واختار الاليبس تول واغير من شيب لباث او على حسب ما هي موجودة عندك، وهرسم اليبس صغير بس كبير كده او دايرة كبيرة كده. في اداة هنا اسمها الباث سيلكشن تول، دي اللي هتقدر تحرك لك الشكل بتاعك في اي اتجاه انت عايزه. هجيب البين تول اعمل كليك يمين واختار ستروك باث، وهختار في التول البرش، وما تضغطش على الاستيميليت بريشر ده مش على تشيك، وهتقول اوكي هيبقى معاك الشكل بالطريقة دي. بعد كده هتجيب البرش تول وتختار البرش العادية الراوندد العادية، وهتبدأ انك انت ترسم او انك انت تقفل الشيب ده كده. عشان تلغي الباث ده هتيجي عند الباث هنا وتدوس مرة كده او تدوس انتر، هتلاقي اتلغى معاك، وده كده يبقى الشكل بتاعك اللي انت شايفه. هتدوس دبل كليك عليه وتختار من اللاير ستايل جريدينت اوفرلي، في الجريدينت هتختار الجريدينت اللي هي الترانسبيرنت وتقول له اوكي. هيبقى البلند مود نورمال
الـ opacity 100%، وطبعا انت اخترت الـ gradient خلاص. تعمل ريفيرس وهتختار الـ star radial، والزاوية بتاعتك هتبقى 90 وسكيل 150، وبعد كده هتقول اوكي. بعد كده هتعمل دوبليكيت من اللاير ده مرتين بكنترول جي مرتين. هتقفل اول واحدة وتقف على التانية تلغي منها الستايل، وهتقف على اللاير الاولاني ده سميه مثلا واحد عشان ما تغلطش، والتاني ده سميه اتنين. هتقف على رقم واحد وهتدوس من فلتر نويز اد نويز، هتخلي الاماونت بتاعك 25 وهتدوس على جازين مونوكروماتيك وهتقول اوكي. بعد كده هترجع تاني الفلتر بلور ريديال بلور، تخلي الاماونت برضو 25 زوم وبيست وهتقول اوكي. هتبص تلاقي الشكل بتاعك بالطريقة دي. قلل الفيل بتاعك ل50%. بعد كده اقف على التاني وقف برضو، هتدوس على فلتر نويز اد نويز نفس الموضوع بالظبط. المرة دي هترجع لفلتر وبلور، والمرة دي هيكون موشن بلور. في الموشن بلور هتخلي الزاوية 45 والديستنس 15 10، وهتقول له اوكي، وهتقلل الفيل ل20. هجيب بعد كده الاليبس تول، المرة دي هتبقى شيب واختار لون ابيض وهرسم دايرة هنا بالشكل ده كده. هدوس عليها دبل كليك واختار انر شادو، اختار انر بلو. البلاند مود هيبقى نورمال، الاوباستي هتكون 10، اللون هيكون اسود، السورس ايدج والسايز 35 والشوك زيرو. الشوك زيرو واقول اوكي. اختار من هنا لون جري اجيب البين تول وابدا ان انا ارسم شيب بالشكل ده كده، واختار اللون الجراي اللي انا اخترته من هنا. كنترول كليك على الشكل ده وهقف على الشيب وهعمل له ماسك عشان يشيل الجزء ده بس، وهخلي الفيل بتاعه 25. بعد كده هجيب مرة تانية الليبس تول وهعمل لير جديد وهرسم دايرة هنا بالشكل ده كده. دوس عليها كده اختار اللون بتاعها ونختاره مثلا اللون ده. ونعمل له كنترول جي كنترول تي نصغره شوية ونضمه على بعضه كده ونلفه شوية كده ونغير اللون. نيجي نغير اللون لون أغمق شوية، هعمل لير جديد وهعمل لبس تاني لونه أسود، نعمل عليهم كده. كمان اتنين اليبس صغيرين لونهم ابيض. هذا هنا
بالشكل ده كده. هاجي عندها عند الاليبس الاولانيه كده عاملها دوبلكيت، همسح الفيكتس بتاعتها وهطلعها اول واحده فوق خالص، وهعمل الفيل بتاعها زيرو. هدوس دبل كليك واختار بيفل امبوس. الستايل هيبقى انر بيفل، التكنيك هيكون سموث، الدبس هيكون 100، الدايركشن اب، سايز 50. هعمل تشيك على الانجل واختار الانجل 40 فوق و 48 تحت. هشيل عند الجلوبال لايت واختار الكنتور ده، وهنا هيكون البلاند مود نورمال مع لون ابيض وزيرو اوباستي، والشادو مود هيكون نورمال مع لون اسود والاوباستي هتكون 5. بقول له اوكي. هعمل سيلكت على كل دول كده وابدا اسنطرهم في النص شويه، وممكن اكبرهم بالشكل ده كده. هعمل بقى سيلكت عليهم كلهم، هعمل دوبليكيت منه كنترول جي واحركه ناحيه اليمين. هجيب البين تول واعمل كده شيب بالشكل ده كده، لونه هيكون ابيض، وهقف قلب الفرشه كده، اجيب الفرشه بتاعت اللي احنا لسه مستخدمينها من شويه، هعمل كليك يمين واختار راسترايز لير، اختار اخر فرشه احنا عملناها وهصغرها، خلي اللون ابيض. دبل كليك عليها واختار دروب شادو، اللون هيبقى البلاند مود نورمال، اللون بلاك اسود، والاوباستي 75، الانجل هتبقى ماينس 90، الديستانس 5، والسايز هيبقى 15. طبعا هشيل الانترلايزد وهي هختار الكنتور ده، اقول اوكي. هبص الاقيها بقت بالشكل ده معايا، هختار اي واحده فيهم دي، اختار ديت واعملها كنترول جي وهبدا ان انا اطلعها فوق، اعمل كنترول تي واصغرها. اظبطها كده، وبعد كده هعمل لها كليك يمين وهختار كليبنج ماسك، وطبعا هشيل الافكت بتاعها ده. هعمل نفس الموضوع او هعمل دوبلكيت كنترول جي وهحركه ناحيه الشمال للعين الثانيه. هرسم هنا حاجه بسيطه كده، هغير اللون للون ده، هدوس دبل كليك، عايز اعدل شوية حاجات كده.
بالشكل ده عشان ده يبقى البق بتاعي، وهعمل سيلكت على كله وادوس كنترول كليك يمين واختار كونفرت سمارت اوبجكت. تقريبا احنا خلصنا الشكل بتاعنا تمام. لو انت عايز تديله اي لون تقدر انك انت تديله، عايز تظبط فيه اي حاجه زياده تقدر انك انت تظبطها عادي جدا. تصميم بسيط لوش كرتوني مثلا مونستر او اي حاجه كرتونيه تقدر انك انت ترسمها بطريقه بسيطه وجميله. اتمنى ان درس النهارده يكون عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا حاجه جديده. لايك وشير للحلقه لو عجبتكم، واشتركوا في القناه عشان تفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم حازم صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.